طبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين حاليا لا صوت يعلو فوق صوت يعني المباراة النهائي بين الاهلي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي، المباراة المرتقبة في التاسعة من مساء يوم السبت القادم ان شاء الله، اللي طبعا بيستضيفها استاد محمد الخامس في مدينة كازابلانكا المغربية، مباراة الكل مستنيها على احر من الجمر. عايزين نلحق ناخد العشرة عشان الوقت ما يسرقناش تجاه ال 11. صحيح، انا بتفق معاك، وعايزة برضو اقول لحضراتكم من الكواليس، هو السفير بتاعنا في المغرب هو كان عنده حالة وفاة، القنصل هو يعني اللي حل محله. دايما البعثة المصرية والدبلوماسية المصرية بتكون حريصة ان هي دايما تستقبل يعني الوفد المصري وخاصة وفد الاهلي، دي حاجة. الحاجة الثانية برضو خليني اقول لحضراتكم ان البعثة وصلت امبارح بالليل تحديدا وبرئاسة كابتن محمود الخطيب، اللي بعد كده يعني بنتكلم دايما ان هو بيكون حريص على يكون متواجد وموجود وفي ظهر كمان اللعيبة، واعتقد كمان وجوده زي ما احنا بنشوف مش بنقول بيكون فارق بشكل كبير جدا. تواجد كابتن محمود الخطيب بيعطي تركيز، بيفرق في الاداء، دي حاجه اعتقد شفناها كلنا في المباريات اللي فاتت، وفي نفس الوقت بيبقى فيها تفاؤل، احنا بنشوف كده برده يعني بيبقى فيه كده طاقه ايجابيه بتحصل حقيقي، والماتش بيكون حتى حلو. على كل حال برده مش عايزين نرجع ونقول احنا عايزين مباراه بس حلوه، احنا يهمنا النتيجه، دي مباراه نتيجه، مفيش ذهاب واياب، احنا خلاص هو النتيجه هي دي اللي هتحسم البطوله. برده هنرجع سريعا ونأكد ان الاهلي بيمثل مصر، احنا دلوقتي مش بنتكلم عن نادي الاهلي، احنا بنتكلم عن مصر، فنتمنى ان شاء الله ان الاهلي يرفع اسم مصر، لان زي ما بيتقال هو يعني سفير الكره المصريه، فكل التوفيق ان شاء الله للفريق. ومعاكي 100% في تفسيره ان وجود كابتن محمود الخطيب بيعمل فرق فظيع، وعلى فكره وجوده مش بس بيكون داعم للعيبه بشكل كبير معنويا، ده كمان داعم لينا احنا شخصيا كجماهير، بنطمن ومن حيث الطمانينه ومن حيث ان وجوده في كتير جدا من الاحيان، على فكره حتى لو ده يعني من ضمن الامور اللي مش لازم تكون بتتقال بشكل صريح، بس بيخض الى حد كبير الفرق المنافسه بمدربينهم باجهزتهم الفنيه، اللي طبعا كابتن محمود الخطيب اسمه تاريخ كبير جدا، والوجود بتاعه بيفرق اكيد مع كل اللعيبه، وشفنا ان ده حصل بالفعل في مباريات حاسمه قبل كده اكتر من مره. احنا في مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا بحثا عن النجمه العاشره، يعني 90 دقيقه مهمين جدا جدا في مشوارنا، محتاجين تركيز، محتاجين تعب، محتاجين مجهود كبير، ما عندناش ذره شك في ان كل لاعب من اللعيبه هيقدموا اقصى ما عندهم عشان ارضاء جماهير النادي الاهلي اللي منتظرين العشره على احر من الجبل. بص يا كريم، يعني لو احنا اتكلمنا على الورق او على التاريخ اكيد الكفه الارجح هي للاهلي، ولكن الثقافه بتاعتنا ان احنا داخلين عمرها ما كانت احنا ضامنين بطوله او ضامنين لقب او ماتش، الكلام ده مش موجود عندنا، احنا دايما شايفين ان لسه عندنا كتير نقدمه علشان نحصل على النتيجه المرجوه، فده الكلام اللي احنا عندنا كثقافه كاهلاويه اكيد كمدير فني كاداره كلعيبه كجمهور كمان. ولو هنتكلم عن اللعيبه تحديدا، لا الجيل ده من اللعيبه اعتقد يستاهل كل خير زي ما بيتقال، وممكن يكتب اسمه حقيقي في تاريخ الاهلي زي ما قبل كده ناس كتيره جدا كتبت. محتاجين تركيز في هذا الماتش علشان يقدروا يدخلوا بقى التاريخ من اوسع ابوابه زي ما بنقول، ويحققوا البطوله الافريقيه اللي كل الاهلاويه واعتقد بقى هنقول المصريين مستنيينها، ونقدر نقول كده بقى هتكون يعني البطوله الثانيه باذن الله للاهلي ورا بعض او يعني على التوالي، واعتقد ده اللي كل الاهلاويه بينتظروه وواثقين ان شاء الله. وادي الورقه طارت كل دي رفايع ولا تاخدي في بالك، انا لو منك هكمل عادي جداً. ان شاء الله العشرة هترجع اضمن ان شاء الله العشرة يا اهلي. طبعا كلنا فاكرين اكيد البطولات الثنائيه الافريقيه اللي اتحققت قبل كده يعني اكتر من مره في سنتين ورا بعض 2005 و2006، ورجعت اتكررت مره ثانيه في 2012 و2013، وان شاء الله باذن الرحمن كلنا بنتمنى ان احنا نضيف للتاريخ يعني التسعه والعشره ورا بعض 2020 و2021، وطبعا كل التوفيق للاعبتنا ولجهازنا الفني. بس ده يقول لك ايه برضه؟ يقول لك ان احنا الحمد لله يا رب وشنا حلو على القناه، صح كده؟ بصي من ساعه ما جينا البطولات معانا احنا ولا دوري كاس امم افريقيا النجمه التاسعه، ثالث في كاس العالم للانديه، وان شاء الله ان شاء الله كمان العشره باذن الله. اعتقد ان رد على سؤالك. طبعا احنا يعني اكيد طبعا، وده شيء يسعدنا ان احنا نكون جزء من كيان ناجح، يعني الواحد دايما لما بيكون ضمن كيان ناجح هو بيشوف نفسه كمان شخص ناجح لان هو بينتمي لهذا الكيان، فاكيد احنا سعداء جدا ان احنا من ساعه ما جينا برده ووشنا حلو على الاهلي يعني. حتى لو قلت امم افريقيا بدل دوري ابطال افريقيا بس النتيجه هي بطوله في بيتها هي بطوله. على كل حال هنحلل كايزر تشيفز، لان الفكره كمان انت لازم تتكلم عن الخصم بتاعك او الطرف الاخر اللي انت بتلعبه، واللي هو برده في بعض النقاط عايزين
نتناقش فيها مع ضيفنا اكيد. يعني مثلا لو هنتكلم على المدير الفني، هم عندهم مدير فني اسكتلندي جديد ما بقالوش تقريبا شهر، بعد شهر واحد تحديدا بعد ما المدير الفني الجنوب افريقي اللي هو يعني تنحى او يعني هم مشوه، علشان تعرف النتائج المحليه بتاعه كايزر تشيفز مش جيده، والثامن تقريبا محليا على الدوري، فارقام ما كانتش جيده. ولكن زي ما احنا حللنا مع ضيوفنا وزي ما احنا بنسمع وبنقرا، هذا الفريق غير متوقع تماما، فبالتالي ده اعتقد بيدي صعوبه للمباراه. يعني انت عدم توقع الشيء اعتقد هو ده اللي بيكون اصعب. على كل حال احنا هنتابع برده مع ضيفنا ونسال فيه، انا عندي نقاط كتيره بصراحه عايزه افهمها برضو، وعايزين نروح برضو لفكره التحكيم. يعني التحكيم الجنوب افريقي كان بقاله فتره عليه علامات استفهام، طيب هل هو الافضل ام لا، هل يتم تحسينه ام لا، هنعرف كل ده برضو من خلال يعني الفقره الاخيره. على كل حال خلينا نقول ان احنا واثقين فعلا في لعيبه الاهلي، شفنا مبارياتهم الاخيره كان اداء حقيقي رائع جدا، النتائج كانت ممتازه جدا، كل يعني لعيبه الفريق حقيقي بذلوا جهد كبير، عشان كده نقدر نقول برضو ان موسيماني اخذ معاه كل لاعب الفريق، دي نقطه مهمه. ضمت قائمه الفريق 28 لاعب في رحله المغرب، خليني اقول لحضراتكم سريعا مين هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، خط الدفاع محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، بدر بنون، سعد سمير، علي معلول، ومحمد هاني. بالنسبه لخط الوسط: حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، كريم نيدفيد، ومحمد محمود، اكرم توفيق، وليد سليمان، وحسين الشحات. اما بقى عن خط الهجوم عندنا محمود كهربا، مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، وجونيور اجايي، اسماء كلها عظيمه بنفتخر بها. بالتوفيق ان شاء الله.